صحيح. عندنا بطولات، يعني عندنا بطولة دوري مهمة جدا يا كابتن خسرناها، يعني. وبعد بطولة افريقيا بنبقى منتظرين رد كبير، يعني فاهم قصدي؟ يعني على الاقل خد بالك ممكن الجزء الفني يبقى مش موجود، يعني عادي انك فنيا تبقى قليل شويه، لكن يعني الروح القتاليه والاداء الرجولي هو ده اللي احنا بنطالب بيه، هو ده اللي انت بتطالب بيه. يعني ممكن في بعض الاوقات او في اوقات تبقى انت مثلا فنيا قليل شويه لاي ظرف من الظروف، لكن الروح احيانا بتغطي، لكن الروح لازم تبقى موجوده، ما ينفعش لعيب قدام انبي 10 دقائق ما اتاخر بهدف. ايه الفنيات اللي كانت موجوده؟ الروح العاليه اللي بتضغط وبتلعب بالعرض ها؟ جاي لك علاء دلوقتي، علاء جاي لك. تجرب ال 10 دقائق بتوع انبي انا بدور عليهم، هو ده الشكل اللي انا لازم العب بيه على طول. وانا في يوم ماتش انبي ما كان علي معلول تعبان هو جاب جونين من الضغط والعصبيه، وازاي احنا نبقى الهيبه بتاعتنا زي ما بيقول علاء، في هيبه لعيبه، في هيبه نادي، في انا اسمي كمان مسؤول عنه. يعني انا بكلم اللعيبه عشان خاطركم، انا مش هلعب كل ماتش باختك يا ابو بخيت، دي ما معلش مش احنا يعني.